لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. ليلى بن عطية الله ترد على عبير موسى. أضافت ليلى بن عطية في تصريح لإذاعة الجوهرة FM أن الأكاديمية التي تديرها لتدريب الإعلاميين لا علاقة لها بأي طرف أجنبي، وأنها قامت بإحداثها عن طريق قرض من الدولة، مشيرة إلى أنه قد تم توثيق كل هذه الاتهامات عن طريق عدل منفذ في انتظار تقديم قضية في الغرض. أوضحت أن كل هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، وأنه لا يوجد أي دليل أو قرائن ملبوسة مبينة أنه لا علاقة لهم بشبكة محرري الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولا تربطهم معها أي اتفاقية، وأن الموضوع لا يتعدى مجرد تبادل خبرات لغير وفق قولها. وقالت بن عطية الله: أيدينا نظيفة ولا علاقة لنا بأي جهات أجنبية، وأدعو عبير موسى إلى مناظرة تلفازية وإلى تقديم كل ما لديها من إثباتات. وكانت عبرت عن رفضها المطلق لكل التهم التي وجهتها عبير موسى للنقابة ولعدد من الصحفيين والصحفيات المذكورين في فيديو قامت بنشره. واعتبرت النقابة أن ما قدمته عبير موسى من مغالطات ومن وراءها مجموعة مخبرين سابقين وحاليين متخصصين في التضليل والدعاية النوفمبرية سيكون محل تتبعات قضائية من قبل نقابة الصحفيين. وذكرت النقابة بالتزامها بالعمل ضمن هياكل إقليمية ودولية للصحفيين معلومة للجميع، من أهمها الاتحاد الدولي للصحفيين. يذكر أن رئيسة الحزب الدستور الحر عبير موسى قد تحدثت في مقطع فيديو نشرته على صفحتها الرسمية عن علاقة نقابة الصحفيين التونسيين وعدد من الصحفيين لا سيما نقيب الصحفيين بشبكة محرري الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي قالت إنها شبكة مشبوهة أسستها مجموعة من قيادات تنظيم الإخوان الدولي، متسائلة عن وجودها القانوني في تونس وعلاقتها بما يسمى بمملكة أطلانتس وبالساحة الإعلامية التونسية ومشاهير الإعلام.